نرجو أن تشفي صدورنا بكلمة فصل حول هذه الضوضاء الحديثة بسبب المداخلة. أنا أزعم بأن بوش لو عمل مثلا مليون شريط في الطعن في مشايخ الإسلام لن ينظر إليه أحد، صح؟ مش كده؟ يعني لو جورج بوش عمل 1000 إذاعة موجهة لبلاد المسلمين والإذاعات دي كلها بتصب في خانة واحدة وهي النيل وتشويه صورة المشايخ، حد هيسمع له؟ لا حد هيسمع له. يقول لك ده راجل كافر صليبي يهودي. طيب لو إن في هناك واحد بيلبس لبوس العلم ويتزيى بزي العلماء وأخذ يطعن في بعض أهل العلم، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ يجد له آذانا، يجد له آذانا. ودي هنا المشكلة، وهذه المشكلة. ولا أريد أن أفتح هذا الأمر لأن عندي فيه كلام وكلام وكلام، ولكن ما أدين الله تعالى به أن هؤلاء القوم يغلب عليهم من عدم الصدق الكثير، يغلب عليهم من عدم الصدق الكثير. ولو أن همهم وجهدهم في محاربة البدع ومحاربة الكفر أولى من محاربة أهل السنة لكان ذلك خيرا لهم وأسد، سامحهم الله.